الغرض من اللي احنا بنعرضه ده او ان احنا بنعرض اولا نماذج نجاح. الحاجه الثانيه مفيش حاجه اسمها محدش لاقي شغل، مش لاقي فرصه عمل، فرص العمل موجوده والشغل موجود، واحنا الدعم من الدوله كمان موجود. هو في اكتر من ان رئيس الدوله فخامه الرئيس بنفسه يجي يفتتح هذا المعرض ويتفقد المعروضات ويتحاور مع العارضين. وحضرتك النهارده في اكتر من موقع بقى يسالهم طلباتكم ايه، عايزين نعمل لكم ايه، نساعدكم بايه. وتوجيهاته ليا ان انا في حد طلب حاجه من سياده الرئيس ولا لا؟ كلهم كانوا سعداء ان هم شافوه. طب الطلبات، مفيش طلبات؟ في حضرتك سيد رئيس الجمهوريه موجود، ده بتبقى فرصه. طبعا طبعا. لا في حضرتك طلبوا الاهتمام بالتعليم الفني والمدارس الفنيه. في طلبوا تقنين اوضاعهم عشان هم بيشتغلوا بشكل غير رسمي، عايزين يشتغلوا بشكل رسمي. واحنا في هذا الاطار بنشتغل في المنظومه دي لتحويلهم للقطاع الرسمي، بنسق مع معالي وزير الماليه فيهم، لان دايما العائق قدامهم ان هم يطلعوا بطايق ضريبيه وانهم يتعاملوا ضريبيا. ففي نظام ضريبه مبسط بنشتغل عليه، وان كان سيادته برضو وجه ان معظم هذه الورش يتم اعفائها من تقديم الاقرارات الضريبيه واعفائها من الضرايب. هي اساسا ما بتدفعش ضرائب لان هم بيشتغلوا بشكل غير رسمي. فوجه ان احنا نشوف اليه ندمجهم في القطاع الغير رسمي ونشوف لهم اليه لتبسيط الضرائب او الاعفاء منهم لفتره معينه. نعم، يعني مساعدتهم يعني. بالضبط. طيب بالضبط. على اي سياده الوزيره بنختار على اي اساس؟ لو انا بختار 1000 ولا 600 ولا 700 مين، وايه القواعد اللي احنا بنختار بناء عليها؟ بص، انا اهم قاعده عندي ان هو يكون لديه منتج ومنتج متميز. طبعا يكون منتج مصري تماما ومتميز. بكون تمام برضو الأفضلية للي بيشغل معاه عدد أكبر من الأيدي العاملة أو عدد من الأسر. يعني أنا عايزة أقول لك حاجة، إحنا معانا جناح كامل لشمال سيناء. الجناح ده لا تقل جايز عدد العارضين في حدود 6 أو 7، ولكن عدد الأسر اللي بتشتغل معاهم لا تقل عن 400 أسرة. بيشتغلوا المشغولات وهم اللي بيقوموا هم بعرضها وتسويقها وان هم يعدوهم المقابل. فاحنا العنصر الاساسي عندنا ان هو يكون منتج مصري له جوده، وفي نفس الوقت يكون برضه له ارتباط بالمكان اللي هو بيشتغل فيه. يعني انا ما بحكي لك على ناس مثلا، بتكلم مثلا على اخنين عندنا في سوهاج. بالظبط، في سوهاج. وصناعة المنسوجات. وسيادته النهاردة برضو تفقد بعض المفروشات القطنية ومفروشات الكتان من عندهم اللي هي بتشتغل على الأنوال. لو أنا بتكلم في الفيوم، في قرى متخصصة في صناعة السجاد اليدوي. وعندي برضو في نفس المنوفية صناعة الصدف في المنوفية. فكل دي بتكون حضرتك معيار. احنا شارك معانا 1500، لكن مش قادرة أقول لحضرتك كانت عندي قوائم انتظار. لو كنت قادر أشرك أكثر من كده كنت أشركت. انا المساحه اللي خدتها السنه دي ضعف اللي خدتها العام الماضي، على الرغم من وجود جائحه كورونا، لان احنا مراعيين طبعا في الاجنحه التباعد، وتكون في مساحات واسعه ما بين العارضين بينهم. سياده الوزيره، حجم المبيعات السنه اللي فاتت كانت قد ايه تقريبا لو متذكرين الرقم؟ السنه اللي فاتت كنا بتروح يعني في حدود 100 مليون جنيه. 100 مليون. السنه دي سيادتك متوقعه اكتر ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله. احنا بص، النهارده اول يوم وانا ما زلت لسه موجوده في المعرض، والحمد لله الحمد لله. انا بعتبر نجاح المعرض في رضا العارضين. فرضاهم ده مش هيجي غير اذا كانوا عاملين قادر من المبيعات بيرضيهم. واحنا النهارده اول يوم، والحمد لله معدل المواطنين عالي جدا. وانا هاخدها فرصه وانا بتكلم معاك ان احنا ننوه ان مواعيد المعرض. المعرض مستمر لغايه يوم 15/9 ان شاء الله. المواعيد 15/10. نعم. 15/10. المواعيد حضرتك من 11 صباحا ل 10 مساء. كويس. احنا عاملين برضو ممكن يدخلوا على صفحه تراثنا على الفيسبوك، ممكن يقدروا يوصلوا للمواعيد. عاملين اتوبيسات لنقل المواطنين كل نص ساعه لمكان المعرض في ارض التجمع في المنار.
طيب هايل، بكره المدارس وبالتالي انه نقدر نساعد كمان الناس تيجي اكتر، هل عاملين وسائل مواصلات اكتر؟ عاملين حضرتك عاملين حضرتك كل حاجه، واحنا بس مش عايزه اكتر من النيه ان هم يقول لك انا عايز اروح اشوف منتج مصري، منتج متميز. كويس. النهارده حقيقي المنتجات على قدر عالي، واكتر ما اسعدني ان معظم الحضور بيتكلموا على المعرض انه كمان في شيء من التميز عن ما سبق، وده اللي احنا بنصبو اليه، ان احنا كل سنه عايزينها احسن من اللي قبلها.